السلام عليكم جميعا، أنا اسمي لماء النجار من الصف الثاني. الدين الإسلام يتكون من 3 مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. سابقا تعلمنا مرتبتان: الإسلام والإيمان. اليوم درسنا عن الإحسان. الإحسان أعلى مرتبة في مراتب الدين، وأيضا الإحسان لديه ركن واحد. الإحسان الركن الواحد. أن نعبد الله. ما معنى أن نعبد الله؟ أن نعبد الله يعني أن نصوم، نصلي، الأشياء الكويسة اللي الله طلبها منا، زي كأننا نراه وهو يرانا. فإن لم نكن نراه، نحن لم نراه، ولكن الله يرانا دائما. أتمنى أن تعجبكم الحلقة. مع السلامة.